معك دكتور محمد غنيم، وهتكلم عن استراتيجيات للتعامل مع الطفل اللي عنده توحد. ده شيء مهم جدا، ويا ريت تعملوا سبسكرايب وتشاركوا الناس اللي عندها أطفال أو المدرسين اللي عندهم طلاب عندهم المشكلة دي. أول حاجة بطلبها منك إنك تحاول تخلق بيئة متوقعة ومنظمة وهادية. يعني إيه؟ يعني الأولاد متوقعين وعارفين إيه اللي بيحصل. نتيجة إن في روتين في الفصل. وطبعاً لازم أنت تكون منظم، يعني كل حاجة محطوطة في الدرج، الأولاد عارفين إن النهاردة هياخدوا إيه، فبيطلع من مكان معين. فده هيساعد، إن الهدوء مهم جداً في التعامل مع الأولاد بالشكل ده. المدرس هيتكلم والأولاد والطلاب سامعين عشان يوريهم ازاي يتصرفوا. فده زود من شوف احنا دايما يقول لك خلي الطلاب هم اللي يشتغلوا. لا، مع الطلاب اللي عندهم اوتيزم الاول لازم تشرح لهم الحاجه وتوريهم ازاي يتصرفوا او يردوا، وما تطولش في الاكزامبلز. يعني مثلا ان هو يكمل لسته، تعمل له لسته وهو يعمل تشيك عليها كده اهو كل ما يخلص خطوه. ده شيء كويس جدا. ولما تيجي تغير الروتين اللي انت معودهم عليه، وضح لهم التغيير ده بدري. يعني بين لهم قبلها بمدة شوية، لأن هم بيحبوا الروتين على فكرة وبيساعدهم قوي. لو مطلوب مشروع منهم ما تقولهمش بقى مطلوب منكم مشروع انكم تنفذوا حاجة. لا، زي ما قلت في الأول، حدد المطلوب في خطوات محددة، تمام؟ كأنها pieces of puzzles كده، زي البازل اللي بيعملوه ويجمعوه سوا. في بقى دي حاجة اللي جاية، دي حاجة مهمة جدا، إن في حاجات بتنرفزهم لما طلاب بيعملوها أو حد بيعملها. اعرف العلامات أو الحركات اللي بتضايقهم دي، وعلمهم إزاي يهدوا نفسهم بنفسهم ويسيطروا على نفسهم، عشان ما يحصلش بقى إن هي الموضوع يخرج عن السيطرة. إزاي يسيطروا على الموضوع ده؟ ده شيء صعب جدا وهياخد تدريب كتير. في حاجة تانية بقى بشوفها في الفصول اللي فيها طلاب المدرسين بيغلطوها، إن بلاقي الأوضة مليانة وسائل إيضاح ووسائل تعليمية يعني أنا قصدي إنك الأوضة لازم تكون ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش ديستراكشن، حاجات اللي هي تخلي الأولاد كده غير منتبهين. لأن هو ممكن يبص في الصورة ويبص على حاجة صغيرة في قلب الصورة ويركز فيها تاخد تركيزه. وكمان ما تكونش قريبة من مكان دوشة. يعني أفضل مكان للطالب أنا بعتبره بيبقى قدام المدرس، بعيد عن الشباك والباب. يعني أنت لو ولي أمر اطلب من المدرس المكان ده. ولو ما بيحبوش يبصوا في عيون اللي بيكلمهم، علمهم ازاي يبصوا على القوره. لان هو المدرسين يفتكروا ان هو انت مش مركز عشان مش باصص لهم، هو مركز، هو بس ليه طريقه معينه في التعامل. استخدم بقى انت بقى لازم تبقى متميز وتبذل مجهود زياده معاهم من ناحيه انك تستخدم صور وفيديوهات ورسومات بيانيه. الحاجات دي هتساعد ان هم، او تجيب حاجات في الفصل فياليا، يعني مثلا بتشرح حاجه تقوم انت جايب الحاجة نفسها، درس عن الحيوان جايب الحيوان نفسه. فالحاجات دي هتفضل في دماغهم وتركيزهم. أهم حاجة إنك تبقى مباشر، ما تستخدمش مثلا تريقة أو مصطلحات أو استعارات أو شعر. لا، بوم بوم بوم، واحد اتنين تلاتة. دي الاستراتيجيات في التعامل مع الطالب اللي عنده أوتيزم أو توحد. يا رب يكون الفيديو ساعدكم. شكرا.